بلدة أوفيرشن الواقع على بعد قرابة 30 كيلومترا من هاغافوش تتعرض صباح اليوم لهزة أرضية متوسطة القوة. مركز رصد الزلازل السويدي أشار إلى أن قوة الهزة بلغ 3.2 درجة على مقياس ريختر دون تسجيل أي إصابات. الكرون السويدي يواصل تراجعه مقابل اليورو والدولار، ووفقا لتوقعات المحللين الاقتصاديين فإن العملة ستشهد المزيد من انخفاض قيمتها شهر نيسان أبريل المقبل. أبرز المتأثرين من ذلك هم الشركات والمسافرين لخارج البلاد. الشرطة تقدم بلاغا للتحقيق في وفاة جندية سويدية التي قضت أمس خلال مناورات رياح الشمال العسكرية المشتركة التي تجري شمال السويد بمشاركة فنلندا، النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. خطأ فني في إشارة المرور يتسبب بإلغاء وتأخير العديد من رحلات القطارات بين المحطة المركزية في ستوكهولم ومطار أرلاندا وأوبسالا في وقت مبكر من صباح اليوم. تقرير جديد صادر عن فريق خبراء مركز إيسو للدراسات المالية العامة يبين أن احتكار بيع المشروبات الكحولية في السويد لم يؤدي إلى قلة استهلاكها. بحسب التقرير فإن كل شخص يبلغ من العمر 15 عاما فما فوق تناول كمتوسط في العام الماضي حوالي 8.8 لتر من الكحول.